السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا مشروع جديد. في البداية لو انت مش مشترك معايا في القناة فياريت تفعل زر الجرس وتشترك في القناة ليصلك كل جديد. مشروع النهاردة عبارة عن مشروع على شبكة باينانس سمارت تشين. هندخل على الويب سايت مع بعضينا بحيث ان انت تشوف كل حاجة. المشروع لسه بقاله العمر يعتبر يوم واحد، بحيث ان انت لو حابب تستثمر يبقى تخليك معايا كده للاخر بحيث ان انت تشوف كل حاجة. عندك هنا في البداية المشروع وده الويب سايت بتاعه، فهنتكلم وناخد نبذة بسيطة عن المشروع. عندي هنا المشروع موجود شيبا اكس. المشروع فيه انعكاسات وعندي مكافآت زي ما انتم شايفين، وهيكون عندي فيه داشبورد. الداشبورد ده بحيث ان انا اشوف المكافآت اللي بتوصل لي او المكافآت اللي هي البيندنج. عندي الوايت بيبر وعندي كل الباي وعندي كل حاجة هنشوفها مع بعضين. ده بالنسبة لو هشتري. طبعا انا هجرب نشتري بانكينج سواب بحيث ان انت تكون قادر. هنفتح الداشبورد مع بعضينا. ده الداشبورد المفروض، تمام، وهيظهر لك هنا البالانس والمكافآت اللي هي المفروض تستلمها. طبعا المشروع لسه ايرلي، فانت لو حابب تستثمر هتبقى من اول الناس اللي هي استثمرت في العملة. زي ما انتوا شايفين انا عملت كونكت للمحفظة كده، ظهر لي الادرس بتاعي. المفروض ان انا لو معايا هنا العملة هيكون ظاهر في البالانس زي ما انت شايف. هنا الان كليم وهنا الكليم اللي هو تمم طلبته بالفعل. برضو هرجع للويب سايت تاني. عندي هدخل على الوايت بيبر او يعتبر الورقة البيضة بتاع المشروع. المشروع هنا على شبكة باينانس سمارت تشين، وهو عبارة عن رمز انعكاسات. في نفس الوقت بيكون فيه مكافآت للهولدرز بتجيلك على محفظتك 6% كل 60 دقيقة، يعني كل ساعة تقريبا. برضو في التكست بتاع الباي وبتاع السيل. التكست بيبقى عبارة عن السكالبنج اللي هو بيتخصم منك في المكافآت سواء باي او في السيل. زي ما انت شايف برضو كل حاجة بتبقى موجودة عندي هنا، وعندي في انعكاسات هنشوف كام في المية. اللي كودت طبعا مقفولة. السكالبنج بيبقى من 15 ل 17 بحيث ان انت كل الترانزاكشن تبقى معاك ظاهره. لو حبيت انزل عن الوايت بيبر طبعا اللي كواليتي مقفوله، هنشوف مقفوله قد ايه. المشروع يعتبر لسه جديد، في شغل عالي وفي شغل جديد، ومشروع متميز عن باقي المشاريع. برضه هنطلع من الوايت بيبر بحيث ان انت تشوف المشروع. عندي هنا زي ما انتم شايفين بيقول لك ان ده اول مشروع يعتبر مبني على المكافآت. في نفس الوقت الشرط دايما صحي، غير مسموح للحيتان بالتفريغ، يعني مش هيكون فيه اي ضم. عندي برضو بالنسبة للماركتنج وولت والليكويديتي بول، دول بيروح لهم برضو زي الانعكاس اللي بيجيلك على محفظتك اوتوماتيك. لو نزلنا هنا دي المكافأة اللي بتجيلك على محفظتك 6%، طبعا دي بتجيلك كل ساعة ولكن بتعتمد على الترانزاكشن في الباي او السيل. عندي هنا ده الماركتنج او الماركتنج وولت 5%، وبرضه عندي هنا برضه الليكويديتي زي ما انتم شايفين كل حاجه مع بعضينا، ودي بالنسبه للفريق 2%. هاو تو باي طبعا ده الفيديو الترحيبي بتاع المشروع. لو هنشوفه كده ده الفيديو الترحيبي بتاع المشروع، ولكن احنا هنفتح برضه مع بعضينا بانكينج سواب بحيث ان انت تكون قادر على الشراء. لو فتحنا بانكينج سواب هنا احب ان انا اجيب الكونتراكت. انا هسيب لكم الروابط كلها اسفل الفيديو. هاخد الكونتراكت كوبي زي ما انتم شايفين، وهعمل سيلكت العمله بحيث ان هي تظهر معايا. هستنى دقيقه بحيث ان بيكون في ضغط في المنصه او بيكون في ضغط في البلاتفورم. اي كميه انا حابب ان انا اشتريها احطها هنا، وليكن هشتري ب 5 بي ان بي، وهنتظر كده دقيقه واشوف. طبعا عندي هنا لازم يكون في عامل السكالبنج في نفس الوقت في الشراء. انا بعتمد على السكالبنج بتاعي اقل كمية. ظهرت عندي الكمية هدوس بوينت 0.00 بحيث ان هي تتحدد معايا. لو عندي بالانس هنا في المحفظة المفروض ان انا بعمل كونكت هتتحول دايركت على محفظتي. طبعا هرجع هنا العملة المفروض ان انت تتأكد ان انت واخد الكونتراكت الصح. ده بالنسبة للبي سي سي سكان بتاعهم. عندي توتال سبلاي 555 تريليون، وعندي الهولدرز 3681. بالنسبة للترانزاكشن 16364. طبعا لو بصيت هنا كلمة لاست هلاقي اخر معاملة واخر ترانزاكشن كان من دي و52
منت يعني من يوم وساعة تقريبا. برضو لو دخلت على الهولدر هنا هلاقي عندي بيرن بنسبة 27%، دي المحفظة بتاع بانكينج سواب، وطبعا بعض الادريسات او بعض المحافظ بتاعة الفريق بالنسبة للهولدرز او بالنسبة للناس اللي هي حاملة العملة. طبعا هننزل مع بعضينا، ده التويتر بتاعهم، عندي 1783 زي ما انتم شايفين، وده كان اخر ابديت بالنسبة للمشروع. المشروع طبعا فيري ليجد، فلو حابب تستثمر استثمر، لان المشروع لسه يرلي في البداية. طبعا دي بعض المؤثرين اللي اتكلمت عن المشروع. هنرجع برضو مع بعضينا ندخل على التليجرام بحيث ان احنا نشوف فيه كام في التليجرام. التليجرام لو حبيت تضغط عليه من هنا المفروض ان هو هيديك اللينك، لكن انا بالفعل منضم للتليجرام بتاعهم. عندي التليجرام هنا فيه حوالي 4600 وحاجة، تمام. وده كان اخر تحديث بالنسبة للتليجرام. عندي هنا بالنسبة للكوديتي، الكوديتي بالفعل مقفولة زي ما انتم شايفين، انا عامل فتح الكواليتي هنا برضو مقفولة بالفعل، كل حاجة انلوج زي ما انتم شايفين، مفيش اي حاجة، نو رج نو سكام. المشروع فيري فيري ليجت، فلو حابب تستثمر برضو دي حريتك الشخصية. هنكمل بقى المميزات بتاعت الرمز. طبعا المميزات بتاعت الرمز اهي، وبعض الاسئلة عندي هنا لو عربنا مع بعضينا كده بحيث ان الناس تبقى بتحب ان هي تفهم عربي، هنعرب مع بعضينا. بيقولك ان الرمز موجود ويطلق عليه بالفعل بنفس هذا الاسم، وفي نفس الوقت بيقولك الكودتي مقفولة على المحافظ. طبعا لماذا؟ فهو في زيادة انعكاسات، في مكافآت كبيرة للهولدرز، عندي انعكاسات كبيرة بتجيلك على محفظتك كل 60 دقيقة، بحيث ان انت تبقى عارف انت بتشتري ايه او انت بتعمل ايه. لو دخلت هنا على التغيير بيقول لك ان هم محتفظين بقاعدتهم الاساسية مع ثبات ارضية السعر. عند الجدول طبعا بالنسبة للرسم البياني هندخل على الشرط وهنشوف دلوقت بالنسبة للشرط كل حاجة موجودة هنا زي ما انتم شايفين. بالفعل ده بعض الانضمام وكل حاجة لو حابب تنضم. حابب تشوف الشرط بتاع المشروع؟ طبعا المشروع لسه هيرلي، دي كلها مشتريات بالنسبة لي، عندي هنا برضو كميات حلوة. فلو حابب تستثمر ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة ليصلك كل جديد. المشروع طبعا عليه كميات رهيبة زي ما انت شايف، دي كلها عمليات شراء. لو حابب ان انا اطلع اجيب البيس سي سكان بتاعهم او الكونتراكت بتاعهم، هدخل هنا برضو هيجيب لي الكونتراكت ويجيب لي الترانزاكشن، هيجيب لي كل حاجة. طبعا المشروع لسه جديد، فلو حابب تستثمر دي مش نصيحة استثمارية، ولكن برضو المشروع لسه جديد، فاللي حابب يستثمر دي حرية شخصية. ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.